في باب هناك تحت عزيز هناك يا شباب قصتها بعد شوي، لكن ترى الموضوع خطير جدا جدا جدا، ابدا ما هو بسيط. انا معي هنا الاستاذ صالح النزي رئيس فريق وزاره التجاره وحملات الامن المشترك حي الانتداب ممثله في الاداره الامن والسلام ذريه الامانه. السوق الاطارات التي تجدد على انها جديده وتباع في الاسواق والحل. ترى الناس ما يعرفون ممكن يشتري كفر هو اصلا مستعمل ومنتهي ومعاد تجديده وليس معاد بس يلمعونه وينقونه بالضبط بالضبط. هذا صار فيها مشاكل جديده بالضبط. الحين بعرض فيديو انا عرضته امس بعيد، فالناس ما هم مدركين خطوره هذا الامر. ابو ركان هذا اخطر شيء، لان يستخدم الجميع يستخدم الاطارات بالضبط، سواء سواقين سواء مراهقين. نعلمكم وبعدين نعلمكم كيف تحتاطون منها ان شاء الله. عن عشرات العمالة تم القبض عليهم، سد كل المنافذ في الغرابي علشان يقبضون عليهم. هذا تلاعب خطير بالأرواح. الكفرات ملمعة حفروها طبعا، يعني شوف حتى فيها المسامير إلى الآن جالسين يشتغلون عليها يجددونها. يجي بعض الناس يشتري يدري أنها مجددة، وبعض الناس للأسف ما يدري، يشتريها من أماكن على أساس أنها جديدة ما يدري. شوف طبعا يستمرون ببيع الكفرات المجددة. ليش؟ لأنه دائما الناس عندهم كفرات يرمونها يركبون جديد، فيأخذون هالكفرات من الزبالة، يعني المادة أو ممكن يرسلون السواق روح غير الكفرات.